في 2023 ما ينفعش ان احنا نتكلم مع الستات على انهم كائنات تابعة للرجل. الفتوى دي فيها انتهاك لحق النساء في ان هم ياخدوا قرارات بحريه، وتمكين اكبر للسلطه الابويه والسلطه الذكوريه داخل مؤسسه الزواج. مع وجودنا كستات نسويات رافضين فكره او مصطلح الطاعه داخل مؤسسه الزواج، بنحاول ان احنا نفهم المجتمع او نشرح للمجتمع عيوب هذا المفهوم او تاثيره على العلاقه بين الرجل والست. محتاجين تشريعات قوية تمكن النساء من حقوقها المتاحة وتحصل النساء بيها على حقوق مسلوبة منها لسنين طويلة، كمان تنظم امتيازات الرجل الحالية وكمان تقلل منها.